الثانية بالثالثة حلوة من رزاق، يلعب البينية تترد الرزاق مرة تانية، مكمل الهجمة رزاق سيسي يا راجل ابتدى يطمع يا جدع شوط يا جدع ده ايه القرف ده؟ اعوذ بالله اهدى شوية اهدى شوية ده الدوري يعني مش كأس العالم ما انا عارف انه الدوري واحمد ايمن يغطي يلا يلا جول جول عملها في الدفاع وبيعملها في الهجوم بيرقص اللي يقابله في سكته العب يا اخضر هو صلاح اللي جاب الجول فيه ايه ده الاتحاد صلاح مين ياما خالد قمر اللي جاب الجول خالد قمر بلا شمس بقى يعني كان برشلونه هي سيدي البلد يا ماما سيدي البلد سيدي البلد طب وطي شويه عشان الجهله متضحك فاضل 8 دقايق والماتش يخلص يا رب تخسروا بعد الشر بعد الشر مهم جدا انه يسجل هدف تليفون علشان يبقى عنده امل يا عم عادل عامل ايه يا بابا والله تمام الحمد لله انت اخبارك ايه لا ان شاء الله جاي على يوم الاربعاء اللي جاي انا ومراتي لا ما باجيش انا في مشاريع انت عارف احجز القطر يعني ما تحرمش منك يا غالي يا رب ثواني قوم اعملي لي كوبايه شاي حاضر يا حبيبي اعوذ بالله ايوه يا عم عادل ايه امال انت فين كده بتضرب فطير بالصدوق يا ده انا بقالي سنين يا راجل نفسي اروح عنده لا ان شاء الله لما ننزل بقى لازم اروح انت التليفون بتاعك صوته مخروش كده ليه يا راجل وديه عند مصطفى خحام ولا على قمة شارعكو ده هيعمله لك وانت واقف بيعمل من الفسيخ شربات دول اتعاركوا مع بعض وضربوا بعض وراحوا القسم واتصالحوا في الاخر وكان فيلم طويل كده لا ازاي ما تروحلوش لغاية دلوقتي لا مش قاعد عند امه اركب بقى مشروع بقى من عندك من المنشية 45 انزل الشارع اللي هو اللي على قمته الجزار اللي هو 21 هتخش الشارع دوت اول بيت على ايدك الشمال تحت منه واحد بتاع فول وفلافل هم بقى في الدور التاني ماشي يا حبيبي ماشي ماشي تسلم 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 بعدين بقى في ام كوبايه الشاي اللي مش هتتشرب دي النهارده انا نازل استنى والنبي يا حسن عايزك تجيب لي حاجات من تحت قولي عايزه كيلو سكر وازازه زيت مفاجأة مين هياكل حواوشي سجق بالليل؟ أنا أنا بص بقى عايزاك تجيب لي كيلو سجق بس كل نص لوحده كيلو سجق كل نص لوحده وإيه تاني؟ والنبي يا حسن بالله عليك وأنت راجع الخضر اللي على أول الشارع نفسي في قرنبيط إن شاء الله نص كيلو كده أكله كده وأريحه كده وقوطة أوعى تنسى القوطة عشان أكل الحواوشي بقى قوطة فوق وقوطة تحت بص كل قوطة كده تعالي هنا تعالي هنا تعالي هنا يا ماما تعالي في ايه في ايه في ايه مش كده اسمه صدق مش سجق اسمه كرنبيت مش قرنبيط والله العظيم يا هاجر ولا جني ربع جني طب بس ما انت مش عشان لابسه لك المريالة تفتكرني بنت ناس اسمه جني يا حسن جني 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 اسكندرية هي عاصمة مصر التانية وسميت اسكندرية نسبة للإسكندر الأكبر ولقبت بعروس البحر الأبيض المتوسط اتأسست سنة 332 وفضل الإسكندر الأكبر وخلفاء واخدين عاصمة ليهم لما يقرب من 1000 سنة حتى الفتح الإسلامي على إيد عمرو بن العاص سنة 641 وفي إحدى الروايات بيرى المؤرخون إن الإسكندر الأكبر أخد عاصمة لدولته بتوجيه من معلمه الروماني هوميروس في ملحمة أوديسك إن راح تليماك ابن أوديس حاكم إيثاكا لمنلاوس ملك سبارتا وكان بيسأله إنه يعرف حاجة عن والده المختفي ولا لأ فحكى له منلاوس عن أهوال الحرب وإزاي الحرب كانت صعبة وقال له إن هم عدوا من شواطئ مصر من عند جزيرة فاروس وهنا قال منلاوس ملك سبارتا لقد ارتوينا من كوثر هذه البلاد التي تجري من تحتها الأنهار
واسكندرية كانت عبارة عن قرية راكودا وجزيرة فاروس، وتم الردم ما بين القرية والجزيرة، ونتج عن الردم دوت المينا الشرقي والمينا الغربي. اتأثرت لهجة أهل اسكندرية بوجود الطلاينة واليونانيين في مصر لقرب مناخ اسكندرية من مناخ أوروبا. وفي بعض الكلمات بتتقال في اسكندرية ما بتتقالش في أي محافظة تانية، في منها ليه أساس لغوي وفي منها ملوش، زي كلمة أحيه لا تعني الاستنكار والتعجب، وهي كلمة درجة في اسكندرية وملهاش أي معنى. عين أيوه، ودي كلمة معناها الدهشة وبرضو ملهاش أي أساس لغوي. منافستو، وتعني البرشام الورق المصغر اللي بينغش فيه في الامتحان. ودي كلمة أصلها إيطالي زيها بالظبط زي كلمة جومة، ومعناها أستيكا. ماستيكا، وتعني اللبان في اسكندرية. كيسة، يعني كيس البلاستيك. رشاقة، وتعني الشماعة. طماطم، ودي كلمة أصلها إنجليزي اللي هي توميتو. قطاط، وتعني السوالف. فلافل اللي احنا بنقول عليها طعمية، بس هي كلمة متاخدة من أهل الشام. وفي زي مشروع، إما، تاكسي. مشروع يعني الميكروباص، وإما يعني ناصية. وفي بتتحط فتحة على بعض الأفعال الماضية، وهنا بتبقى أقرب جدا من اللغة العربية. زي أكلت وشربت ونزلت وضربت وخنقت وقتلت. يا مفترية يا مفترية. جني، وكلمة أصلها بريطاني، أما القرش فبيتقال عليه في اسكندرية ساغ، وأصلها جاي من كلمة إرسخ. هجر، انا كنت عايزه اتقدم لك. ايه ده بجد يا حسن؟ وانت ناوي بقى تكتب لي مهر كام؟ 5000 جنيه بس. اه لا معلش، احنا عندنا في العيله اقل واحده بيكتب لها مهر 50000 جنيه. وانا مال انا ومال عيلتكم دي مقدرتي؟ لا معلش انا اسفه بقى، انا مش هبقى اقل من بنت عمي ولا بنت خالي ولا بنت عمتي. وانا مال انا ومال بنت خالتك وبنت عمتك وبنت ستك، يعني هو ده اللي عندي. لا معلش بقى، سوري. خلاص غوري في 60 داهية. غوري تاخدها كلمة، أصلا مرضاش إن أنا أتجوز واحد زيك. بس 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 بس، وده موضوع الحلقة الجاية.